أهلا بكم. ماذا لديكم من جديد حول القصف المركز من طيران النظام بالبراميل المتفجرة على أحياء حلب، وأيضا على موجة النزوح باتجاه الحدود السورية التركية؟ تفضل. نعم، يعني بالنسبة لقصف قوات النظام على أحياء مدينة حلب، هذا الشيء لا زال متواصل حتى اللحظة. شهدنا اليوم إلقاء 3 براميل متفجرة على المدينة الصناعية في الشيخ نجار، قاضي عسكري الأخرى شهدت قصف جوي بالصواريخ والرشاشات منتصف الليل، والأضرار كانت مادية. أيضا هناك نزوح كبير جدا إلى معبر باب السلامة في الشمال السوري والشمال الحلبي تحديدا، هناك تدفق للعديد من العائلات للنزوح إلى تركيا هربا وخوفا من براميل الموت التي تنهمر عليهم في كل يوم في حلب. ما شهدناه من جديد اليوم هو استهداف الريف الحلبي بالطيران الحربي أيضا، فتم استهداف كل من مارع وتل رفعت وعندان وبيانون ومنغ ودارة عزة ومنبج والسفيرة، كلها تعرضت إلى قصف. غلب على القصف أن يكون بالبراميل المتفجرة، فيما شهدت دارة عزة وبيانون القصف بالصواريخ بصواريخ طيران حربي. شهدت دارة عزة إلقاء صاروخ فراغي من طيران الحربي، مما أدى إلى ارتقاء أكثر من شهيدين حتى اللحظة، وهناك دمار كبير في المباني في المدن المذكورة. أيضا وقع العديد من الإصابات بالإضافة إلى شهداء وتم نقلهم إلى المشافي الميدانية. المشافي الميدانية بشكل عام في حلب وريفها باتت يعني قد أدخل لها أكثر ما تستوعب بسبب هذا القصف العنيف وعدد الجرحى الكبير في حلب، وأيضا ما نشهده الآن من جديد في ريف حلب أيضا. نعم، كأن هذا التصعيد يعني يطال تحديدا محمد شمال وشرق حلب من خلال استعراضك للأحياء التي تعرضت لهذا القصف. هل أثر هذا القصف المركز على سير المعارك بين الطرفين، جيش النظام والجيش الحر؟ نعم، يعني ما تم استهدافه وخصوصا في حلب المدينة غلب على القصف قصف الأحياء الشرقية وأيضا الشمالية. أما في ريف حلب يعني كان القصف على الريف الغربي والشمالي والجنوب الشرقي، أيضا كلها تعرضت للقصف. يعني لم نرى أي تغير في سير المعارك بسبب هذا القصف. القصف كان على المدنيين بامتياز، كل الضحايا من المدنيين من الأطفال والنساء. أيضا سير المعارك لم يختلف، مناطق الاشتباكات لا تزال يعني لم تتغير، ولكن ما شهدناه من تصعيد من الجيش الحر بأنه أعلن بأن كل مناطق قوات النظام في حلب وريفها عرضة لاستهداف الجيش الحر، ونصحوا الموظفين العاملين داخل المؤسسات العسكرية بعدم الاقتراب لأنها أصبحت عرضة لقصف الجيش الحر بصواريخ محلية صنع أو بقذائف هاون أو ما إلى ذلك. ايضا على التصعيد العسكري الذي قام به الجيش الحر شهدنا القاء ما يقارب 250 قذيفة هاون على مدينتين او بلدتين نبل والزهراء الشعريتين الواقعتين شمال ريف حلب، وفق مصدر مسؤول في لواء احرار سوريا. وهما يعني بلدتان يتمركز بهما قوات النظام السوري والميليشيات التابعه له في الريف. نعم، ريف حلب وشمال سوريا. محمد الهادي مراسل شبكه شام الاخباريه، شكرا جزيلا لكم. أفاد التقرير